عليكم الاخت. وعليكم السلام اختي كريم. مرحبا بك عندنا في سوبيرات. الله يسلمك اختي. منين جيتي هنا؟ انا من وهران بصح راني ضيفه هنا في سيدي موسى. عجبتك شويه سوبيرات؟ ايه شابه بزاف ما شاء الله. لقيتي فيها الاسعار مليحه المعامله؟ والله ما شاء الله هنايا في سوبيرات عالي والله هنا ما شاء الله. وشغل الحاجه اللي مليحه فيها مي جايه على الطريق وحدها وكاع. هيك شغل يجوها الناس بزاف وكاع. اليوم سوبيرات عالي راهي دايره مسابقه وراح يكونوا اسئله دينيه، يعني اذا قدرتي تجاوبي على هذا السؤال راح تكون لك قسيمه شراء ب 5000 دينار جزائري ان شاء الله. عندك شويه ثقافه في الدين؟ ايه شويه. أعطيني بعض الصور تعرفيها من القران. كاين صور، صور باينين باللي صوره الناس، فاتحه، صوره البقره، كاين بزاف صور 60 حزب. سؤالنا ينهار اليوم، ما هي الصوره الملقبه بقلب القران؟ الصوره الملقبه بقلب القران والله ما على بالي اختي بصح مادابيا نعرفها من عندك باش نستفيده. انا ما نقدرش نقولها لك ولكن تبعينا في رمضان ان شاء الله وراح تعرفي الاجابه ان شاء الله. اعطيني كلمه اخيره بمناسبه حلول شهر رمضان. نقول لكم ربي يحفظكم ورمضان كريم وتصوموا بالصحه والهنا. شكرا بارك الله فيك. امين اجمعين. السلام عليكم الاخ. وعليكم السلام اختي. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. منين جيتنا؟ جيتكم من ولا سلامه بلديه ولا سلامه تابع البوغاره. الاسم زكريا. الله يبارك. مولف تقديم هذه السوبيرات؟ دائما قضياني منا كي نجوز طريقي للدار منا نقضي منا كلش منا. اليوم سوبيرات علي راهي دايره مسابقه وراح يكون سؤال ديني واذا قدرت تجاوب عليه ان شاء الله راح تكون هذه الهديه من نصيبك. ان شاء الله على لا ان شاء الله. ما هي الصوره الملقبه بعروس القران؟ الله اعلم سوره الرحمن. جواب صح. وبما انك جاوبت على هذا السؤال معناتها عندك شويه ثقافه في الدين وراح نزيد نسالك سؤال. تفضلي تفضلي. ما هي السوره الملقبه بقلب القران؟ سوره ياسين. صح والجواب صح. معروفه. مبروك عليك راك ربحت معنا قسيمه شراء بقيمه 5000 دينار جزائري وراح تقضيها من سوبيرات علي. ايه الله يحفظكم يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه على الاسئله هذه السهله. اعطينا كلمه بخصوص حلول شهر رمضان. اولا شهر رمضان شهر الخير والبركات ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا ما بقالوش بزاف بضعه ايام ان شاء الله الكامل الشعب الجزائري هذا يصوموا في خير وامن وامان ويكون ميسور الحال على جميع الشعوب العربيه والاسلاميه وخاصه الجزائريه. امين اجمعين. شكرا بارك الله وفيك. بارك الله.